السلام عليكم، معكم زينب إيكورت من جمعية تقامن التنمية والأعمال الاجتماعية. بالنسبة لهذه الأيام احنا مقبلين على الامتحانات الإشهادية النهائية لنيل الدبلوم، بحيث بأن شعبات الحلاقة وشعبات الخياطة اجتازوا الامتحانات في ظروف جيدة، بحيث بأن شعبات الحلاقة اجتازوا فيها أكثر أزيد من 70 شخص اللي اجتاز هذه الامتحانات النهائية، منهم البنات والدراري في الحلاقة العصرية. أما بالنسبة للشعبات الراندة والخياطة التقليدية والخياطة العصرية اجتاز فيها أزيد من 110 مستفيدة لنيل الدبلوم النهائي، سواء في الخياطة العصرية أو الخياطة التقليدية أو الراندة. وكنتمنى التوفيق لجميع المستفيدين ديالنا في مركز التربية والتكوين إيكرو فولوس، وكنشكر اللجنة اللي حضرات باش تسهر على سيرورة الامتحانات في ظروف جيدة. كما كنشكر التعاون الوطني، وكنشكر جمعية تقامن بجميع أعضائها، كنشكر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كنشكر كل اللي دعم هاد الشباب باش نوصلوا لهاد نقطة النهاية في المسار ديالهم الدراسي اللي كان مدة سنة التكوين، باش نأهلوا الشباب والشابات ديال المنطقة باش يولجوا الفرص الشغل. وكنقدم الشكر لجميع المساهمين، وكنتمنى التوفيق لجميع المستفيدين. السلام عليكم، معكم المؤطرة خديجة أتبير، مؤطرة ديال شعبة الخياطة العصرية، يعني في صالة وخياطة في نفس الوقت. انا مؤطره مده، يعني هذه المده فاش اللي دوزت مع اطير في النادي السويني مده 9 سنين، وما شاء الله دازوا عندنا اجيال واجيال، يعني ما شاء الله كل عام تقريبا كيخرجوا من هنا 50 60 مستفيده. بالنسبه لهذا العام عندي 54 رسميات، يعني توتال كل شيء 71 اللي عندي ما بين الرسميات والاستئناس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.